شيء طبعا انقذت حياته. كثير عم نحكي حالات بتجي على المشفى ميت ميت الشخص من وراء نزيف بالفخذ. نزيف عادي ها يعني طلقه بالفخذ نزيف 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 غزير ما في حدا وقع ومعه خمسه سته يعني مو لحاله ولكن واحد هيك عنده فكره عن الاسعاف او عن ايقاف النزيف توفى المصطفى. إذا بنحل الدواء بالطريقة هاي بعدين نقوم بتعبئة الدواء بسرانج حتى آخر قطرة تفريغ كمان نعم. نفتح الكاميرا ونركب جهاز سيرو مكان فك الوريد زي حاولنا اكثر من مره نحن نفتح وما مشي كان غير مكانه. طيب في حال غيرنا مكانه وخلينا دقيقه ونص نغير وما مشي الحال نقوم بفتح الوريد العظمي نقوم بفتح وريد عظمي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الحوت مدرس في جامعة حلب بكلية التمريض سابقا ومدرسة التمريض التابعة لوزارة الصحة أيضا سابقا. طبعا نحن تم إنشاء هذا المعهد وفكرة إنشاء المعهد لحاجة المشافي للكوادر الطبية من تمريض وإسعاف. طبعا الهدف من إقامة المعهد يعني رفض هاي المشافي بالكوادر المؤهلة والضرورية لاستمرار العمل الإسعافي والتمريضي. بالنسبة للشروط المطلوبة للانتساب للمعهد، احنا طبعا عندنا المعهد التمريض الكامل والمنهج المقرر الكامل. هذه طلبنا بالبداية كبدل فترة تجريبية طلبنا فيها شهادة الإعدادية أو الثانوية، ولكن بعد التجربة هلا الآن الشرط الوحيد إنه يكون حاصل على ثانوية وبعض الشروط المتاحة عند الجميع. هذه بالنسبة للمنهاج الكامل. أما بالنسبة يعني للدورات النوعية اللي عم نسويها كمان الحمد لله عم نسوي دورات نوعية خاصة بالتخدير بالجراحة بهالأمور، طبعا هي بتكون شروط عالية وليست يعني ما هو معقول شخص يعني ما حاصل عنده خبرة تمريضية أو ذلك يقدر يتقدم لهذه الدورات.